الطلاق الشفهي في البيوت وفي الشارع إذا حدث خلاف في بعض الأماكن. نجد الرجل بيقول لزوجته أنت طالق، هل يقع الطلاق الشفهي أم لا؟ يعني هو الحكم الشرعي قاله مجمع البحوث الإسلامية بأن الطلاق يقع، ولكن أيضا فيه احتياطات وفيه محاذير، فإذا احتاج الأمر إلى تأكيده وتوثيقه حتى لا يتلاعب بأحكام الشرع يكون ذلك أولى. في القرآن الكريم عدة الأرملة إنها تجلس ببيتها ولا تخرج 4 شهور، ليه؟ حفاظا على رجلها وقائد بيتها وعلى نفسها. حتى وإن كانت كبيرة بالعمر؟ حتى وإن كانت إلا للضرورة. إذا خرجت لضرورة من الضرورات، الضرورات تبيح المحظورات، ليس أكثر. نعم. عايزة من حضرتك تقول كلمة لكل ولادنا اللي هم لسه بقى صغيرين، 15 سنة و16 سنة و12 سنة، يعملوا إيه علشان يحافظوا على نفسهم وعلى دينهم؟ حافظوا على أنفسكم وعلى أداء الصلاة على وقتها، وكونوا عباد الله إخواناً، ولا تسيروا مع رفقاء السوء، والجليس الصالح أفضل من جليس السوء، والصديق الصالح أفضل من صديق السوء، فلا تتخذوا إلا الصديق الصالح وإلا العمل الصالح، وأدعو الله لكم بالتوفيق. فضيلة الإمام حد